صباح الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب، والتي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في كافة المدن السعودية لنهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض، حيث تسود أجواء حارة مع 43 درجة مئوية، المحسوسة 40 درجة مئوية، الرطوبة 30%، أما الرياح تكون شمالية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة بالمجمل. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة نبدأها شمالا، سكاكا 40 إلى 26 درجة مئوية، عرعر 40 إلى 25، وتبوك أتربة مثارة مع 39 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة زخات رعدية من الأمطار 43 إلى 32 درجة مئوية، جدة 35 إلى 31، مكة المكرمة 42 إلى 31، والطائف زخات رعدية من الأمطار 33 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من الأمطار في أبها مع 31 إلى 20 درجة مئوية، الباحة 30 إلى 20، وجزان 38 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 32 إلى 33، حفر الباطن 45 إلى 29، والإحساء 46 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 43 إلى 33، بريدة 43 إلى 30 درجة مئوية مع أجواء حارة وحائل، أجواء غير مستقرة مع زخات رعدية من الأمطار مع 39 إلى 29 درجة مئوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 43 إلى 33، بريدة 43 إلى 30 درجة مئوية مع أجواء حارة وحائل، أجواء غير مستقرة مع زخات رعدية من الأمطار مع 39 إلى 29 درجة مئوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.